بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طالبات الصف الثاني الابتدائي في مادة الرياضيات. بداية، رؤيتنا للمدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع ومتحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. بداية، قبل أن نبدأ الدرس، أحضروا كتاب الرياضيات ودفتركم وأقلامكم. رؤيتنا لهذا الأسبوع وهو الإيثار، وهو أن تقدم الآخرين أو تفضلهم عن نفسك، وهو طريق لمحبة الله سبحانه وتعالى وحصول الألفة بين الناس، وطريق لجلب البركة ووقاية من البخل والشح. سنكمل اليوم إن شاء الله من الوحدة درس من الوحدة السابعة، التعامل مع النقود والوقت، وهو عد النقود. سنكمل درس من اليوم. أهدافنا لهذا الدرس، كما قلنا سابقا، سنحل بعض المسائل باستعمال الأوراق النقدية. العملات النقدية في دولة قطر، كما تعلمنا، العملات المعدنية 25 درهما أي ربع ريال، نصف درهما 50 درهما أي نصف ريال، وريالا، و5 ريالات، و10 ريالات، و50 ريالا، 500 ريالا، و 100 ريالا. لحل المسائل اللفظية المتعلقة بالنقود، علينا أن نتبع الخطوات الآتية: أقرأ المسألة وأفهمها جيدا، أحدد فيما إذا كنت سأجمع أو أطرح، يمكنني رسم صورة تمثل الأوراق النقدية، وأكتب جملة عددية لجمع أو طرح المبالغ. الآن عزيزتي الطالبة، تابعي معي هذا المثال. يريد خالد شراء دفتر بمبلغ 20 ريالا. لديه 2 من الأوراق النقدية من فئة ماذا؟ 5 ريالات، و9 أوراق نقدية من فئة 1 ريال. ما المبلغ الإضافي الذي يحتاجه لشراء الدفتر؟ خالد يريد أن يشتري دفترًا، والدفتر سعره 20 ريال، ولديه بعض النقود الآتية. لديه مثلًا، هنا لديه 2 من الأوراق النقدية، 2 من الأوراق النقدية أي لديه 2 من ورقة ما، وهي من فئة ماذا؟ الخمسة، يعني لديه ورقتين من 5 ريالات. يمكنني تمثيل المبلغ الذي لدى خالد كالآتي: إذا لديه ورقتين من 5 ريالات، 5 و5، 5 زائد 5، أحسنتم، 10. نكمل، ماذا لديه أيضا؟ انتهينا هنا، لديه 2 من الأوراق النقدية من فئة 5، هذه انتهينا منها. الآن نعبر أو نمثل المبلغ الآخر: لديه 9 أوراق نقدية من فئة ريال، أي ريال وريال، إلى أن أصل إلى 9. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 9 أوراق من الأوراق النقدية. ماذا سنفعل الآن؟ سنقوم بتجميع مبلغ خالد: 10 ريالات، 5 و5 التي جمعناها سابقا، 2 من الأوراق التي من فئة 5 ريالات أي 10 ريالات، و9 ريالات سنقوم بجمعها. ماذا سيعطيني عزيزاتي؟ أحسنتم، 10 زائد 9 يساوي 19. الآن عزيزاتي، هو يريد أن يشتري دفترا بمبلغ 20 ريال، ولكن مجموع المبلغ الذي لدى خالد هو 19 ريال. كم يمكنني أن أضيف إلى خالد أو مبلغ إضافي حتى يصل إلى 20 ريال ويشتري الدفتر؟ سأقوم بماذا؟ سأقوم بطرح سعر الدفتر ناقص المبلغ الذي يوجد لدى
خالد وهو 19 ريالات، 20 ناقص 19 1 ريال. إذن سيحتاج إلى مبلغ إضافي وهو 1 ريال حتى يشتري الدفتر. الآن عزيزتي الطالبة، افتح الكتاب صفحة رقم 90 تدريب رقم 7. أفهم المسألة. لدى منى 2 من الأوراق النقدية من فئة ماذا؟ 10 ريالات. سأقوم الآن بتمثيل المبلغ الذي لدى منى. لديها ورقتان، 2 من الأوراق النقدية من فئة 10 ريالات، أي ورقة من 10 ريالات وورقة أخرى 10 و10 20. هنا 2 من الأوراق النقدية، لن أكتب 2 ريال وريال، هذا فقط للتعبير عن الأعداد أو كم عدد الأوراق النقدية من فئة 10 ريالات. 2 1 2 10 و10 20. أحسنتم. نكمل المبلغ، نكمل تمثيل المبلغ الذي لدى منى. ماذا لديها أيضا؟ لديها 3 أوراق نقدية من 5 ريالات، أي 5 زائد 5 زائد 5. 5 زائد 5 زائد 5. أحسنتم، 15 ريالات. نكمل ماذا لديها أيضا؟ ولديها 1 من الأوراق النقدية من فئة 1 ريال. لديها أيضا 1 من الأوراق النقدية من فئة ماذا؟ 1 ريال بهذا الشكل. سنقوم الآن عزيزات الطالبات بتجميع المبلغ الذي لدى منى. 20 زائد 15 35، و35 زائد 1 ريال 36. إذن مجموع المبلغ الذي لدى منى هو 36 ريالا. نكمل السؤال. أعطتها أختها صباح 11 ريالات، هي لديها الآن 36 ريال، وأختها صباح أعطتها 11 ريال. سنقوم الآن، ما المبلغ الذي بقي لدى منى؟ هي أعطت لأختها صباح 11 ريالات من مبلغها 36. إذن سنقوم بطرح 36 ناقص 11. هنا أعطت أختها صباح، أعطت منى أختها صباح 11 ريالات. نريد هنا أن نتعرف على المبلغ الذي بقي لدى منى بعد أن أعطت أختها 11 ريال. سنطرح 36 ناقص 11 تساوي 25. إذن أجد المبلغ الذي لدى منى كما فعلنا سابقا. قمنا بتجميع المبلغ الذي لديها، 2 من الأوراق النقدية وعشرة من فئة 10 ريالات، و3 أوراق من فئة 5 ريالات، و1 ريال. قمنا بتجميعهم بهذا الشكل. إذا مبلغ منى هو 36 ريال، ولكن أعطت زميلتها أختها 11 ريالات. سأقوم الآن بالطرح لأعرف كم تبقى مع منى بعد أن أعطت أختها صباح 11 ريالات. الآن عزيزتي الطالبة، افتح الكتاب نفس الصفحة، صفحة رقم 90 تدريب رقم 9 مهارات التفكير العليا. لدى طارق 2 من الأوراق النقدية من فئة 10 ريالات، و2 من الأوراق النقدية من فئة 5 ريالات، و3 من الأوراق النقدية من فئة 1 ريال. ولدى صالح 1 من الأوراق النقدية من فئة 50 ريال. يقول طارق أن لديه مالا أكثر مما لدى صالح، لأن لديه 7 أوراق نقدية، بينما لدى صالح ورقة نقدية واحدة فقط. هل طارق على صواب؟ أوضح إجابتي. بداية سنقوم عزيزاتي بتمثيل المبلغ لدى طارق وصالح. نبدأ بطارق. هنا طارق لديه كم؟ 2 من الأوراق النقدية من فئة ماذا؟ 10 ريالات، يعني 10 و10، 10 زائد 10 20. أحسنتم. نكمل. ماذا لديه طارق أيضا؟ ولديه 2 من الأوراق النقدية من فئة 5 ريالات. سنقوم الآن بكتابة 2 من الأوراق النقدية، أي 5 و5، 5 زائد 5 10. أحسنتم. الآن سنقوم بتجميع ما لدى طارق من المبالغ. أيضا لديه أيضا ماذا طارق؟ نعم، لديه 3 أوراق. نكمل، 3 أوراق من فئة ماذا؟ 1 ريال، الريال وريال وريال، 3 ريالات.
ريال زائد ريال زائد ريال 3 ريالات. الآن سأقوم بتجميع مبلغ طارق. هنا قمنا بجمع الورقتين الأولتين، وبعد ذلك أيضا هنا سنقوم الآن بتجميعهم. 20 زائد 10 30، 30 زائد 3 33. إذا مجموع المبلغ الذي لدى طارق هو 33 ريال. نكمل الآن، سنقوم الآن بتمثيل المبالغ لدى من؟ صالح. نرى الآن صالح كم لديه؟ لديه فقط واحد من الأوراق النقدية من فئة 50 ريال بهذا الشكل. طيب الآن سنقوم بالمقارنة بين طارق وصالح. المبلغ الذي طارق كما فعلنا سابقا كم عزيزاتي؟ أحسنتم، 33 ريال. طيب المبلغ الذي لدى صالح كم؟ 50 ريال. إذا من الأكثر هنا؟ هل هو صالح لديه مبلغ أكثر أم طارق؟ أحسنتم، صالح لديه 50 ريال وهي أكثر من 33 ريال. إذا هل طارق ما قاله صحيح؟ طارق يقول أن لديه مالا أكثر من صالح، هل هذا صحيح؟ أحسنتم، خاطئ، طارق ليس على صواب، فهو لديه فقط 33 ريال، و33 ريال أقل من المبلغ الذي لدى صالح وهو 50 ريالات. الآن عزيزات الطالبات افتحوا الكتاب صفحة رقم 92 تدريب رقم 3. أكون دقيقا. لدى سعيد 3 أوراق نقدية من فئة 10 ريالات. 3 أوراق نقدية من فئة ماذا؟ 10 ريالات، أي 10 كم مرة؟ 3 مرات، وعشرة 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 كم؟ 30. أحسنتم. وماذا لديه أيضا سعيد؟ واثنان من الأوراق النقدية من فئة 5 ريالات، أي ماذا؟ 5 و5 10 ريالات. أحسنتم. وماذا لديه أيضا؟ فقط هذا ما لديه. طيب يريد جمع مبلغ، هو يريد جمع مبلغ 58 ريالا. طيب نجمع الآن المبالغ التي لديه. 3 أوراق من 10 ريالات، 10 و10 و10 30، ولديه أيضا 2 من الأوراق من فئته 5 ريالات، 5 و5 10. نقوم الآن بتجميع المبلغ. 10 و30 كم عزيزاتي؟ أحسنتم، 40. ولكن هو يريد أن يجمع مبلغ 58 ريالا. ماذا سنفعل حتى نأتي بالمبلغ الإضافي الذي يريده سعيد؟ لأن لديه فقط 40 ريالا، ولكنه يريد أن يجمع كم عزيزاتي؟ انظروا هنا، يريد أن يجمع 58 ريالا. ماذا سنفعل؟ سنقوم بطرح المبلغ الذي يريد أن يجمعه، 58 ناقص المبلغ الذي لديه 40. إذا 58 ناقص 40 يساوي 18 ريالات. أحسنتم. إذا الأوراق النقدية التي يمكنني إضافتها لسعيد حتى يصبح لديه 58 هو 18 ريالات. يجب أن يضيفهم إلى 40 ريالا حتى يصبحوا كم عزيزاتي؟ أحسنتم، 58. عزيزاتي صفحة رقم 92 تدريب رقم 3. لدى سعيد 3 أوراق نقدية من فئة 10 ريالات، واثنان من الأوراق النقدية من فئة 5 ريالات. يريد جمع مبلغ 58 كما قلنا سابقا. ما المبلغ الإضافي الذي يحتاجه إليه؟ كما قلنا 18 ريالات. والأوراق النقدية التي يمكنني استعمالها لأمثل المبلغ الإضافي، عزيزاتي قوموا بتمثيل المبلغ 18 ريالات بمفردكم الآن، ثم افتحوا الفيديو مرة أخرى وتأكدوا من إجاباتكم. إذن يمكننا أن أمثل المبلغ 18 بهذا الشكل: ورقة من فئة 10 ريالات، ورقة من فئة 5 ريالات، و3 ورقات نقدية من فئة 1 ريال، سيعطيني 10 و5 و3 أوراق من الواحد ريال، سيعطيني 18 ريال. انتهى درسنا اليوم. لا تنسوا عزيزاتي أن تحلوا الواجب في البوابة الإلكترونية، والواجب سيكون صفحة رقم
90 تدريب رقم 10، وسيكون إجابته يجب عليكم أن تجيبوا عليه في البوابة الإلكترونية. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، وأراكم إن شاء الله في درس جديد.